عسلامة ومرحبا بكم، رجعتكم اليوم في دبارة جديدة، دبارة العشاء اللي هي عبارة باش نعمل برغل مفور بالخضرة كيما الروز الجربي، وباش نعمل معاه حوطة دوراد في الفوتو. دونك نبداو بالمقادير. هوني عندي الخضرة متاعي اللي هي ربطة معدنوس، نصف بصلة، كابتنز فنارية، شوية حمص، وقرن فلفل أخضر. هذه هي الخضره نتاعي مغسوله بالباهي بالباهي محطوطه هوني بيسكو عندي ليبينار سبنير كونجيلي. دونك سبنير كونجيلي باهي باش طيب بيه حاجه جاريه، لكن كي باش تعملوا حاجه مفوره باش تلكز لك. دونك انا شعملت، خديت نص البصله وذبلتها هوني، ذبلتها مع ليبينار اللي نشرب الماء نتاعو كيف ما تشوفوا فيه هوني بالباهي. دونك هوني باش نصبوه مع الخضره نتاعو، فوالا كما نشوفوا بالطريقة هذه. نجي هوني عندي لي زيبيس الفحات اللي هما لي زيبيس اللي هما الفحات. عندي مغرفة طماطم معجونة، مغرفة متاع قهوة هريسة روس هريسة عربي، شويه نعناع شايح، ثلاثه سنون ثوم، شويه كركم، وتشيشه تبلو كرويه. دونك هذوما باش نصبهم مع الخضره نتاعنا. باش نصبهم مع الخضره نتاعنا كيما نشوفو هلا، نجي هوني للبرغل. انا البرغل نشري ساشيات هكا كيما الروز، يتحط في كاسرونه يغلي بالماء، بعد ليش نحل طيبته طوا نص طياب، ما طيبتوش طياب كامل خاطر باش يزيد يفور لنا. دونك هذه عباره على 250 غرام روز برغل، سامحوني. دونك نجي هوني باش نصبو على نخلط المقادير الكل. بالطبيعة عندنا الكسكس قاعد يغلي، ملح ما حطيتش على خاطر ديجا كيف ما قلت لكم الهروس نتاعنا فيه الملح. هوني باش نزيد كاين زيت زيتونة باش لوفاح يتلم. هلا مش باش نحط معاه الحم على خاطر بطبيعتي باش نطيب الحوت. هلا نحاول نخلطهم الكل مع بعضهم. وبعد بيان سور نذوقوا على الملح، نخليوه يفور ونذوقوا على الملح. هوني تنجم تختار الخضرة اللي حاجتك بها كيما الروز الجربي بالضبط. دونك نحاول نحل بالباهي نفحات نتاعي. تخلط بالباهي بيان سور كي بنتين نبدا نحركو فيه. هذا الروز نتاعنا، هذا البرغل نتاعنا باش نحطو في الكسكاس توا. كيما نشوفو هوني الكسكاس نتاعنا قاعد يغلي، دونك باش نجي نفرغو البرغل نتاعنا نحطو في الكسكاس. اللي عندو جلبانة يحب يزيد الكرومب لفت سورتو في الشتاء، الخضرة باهية برشا. دونك كيف ما تعرف برشا فيتامينات. فوالا باش نزيدو وريق قرنط
حطينا الاولي خلاص باش نغطيه ونخليه يتفاعل كله. فوالا الوغ نجي طوال الحوطه نتاعنا نجي طوال الحوطه نتاعنا اللي هي ياخذ الدوراد نتاعنا بعد ما نظفناها بيان سور. نجي هوني في الوسط نقصها بطريقه هذه كيف كيف من الجهه الاخرى. فوالا من بعد ناخذ هلا من بعد ناخذ لي زيبيس نتاعي الفحات نتاعي اللي هما كركم وناخذ بيان سور الكمون انت قداش تحبها، تحبها مليانه كمون ولا شويه كمون. نحط الملح نتاعنا ونجي هوني ناخو بيغ اكسيبشن تاع الفرن نحط الحوطه نتاعنا بالطريقه هذه. فوالا نحاول نكمل لي زيبيس نتاعنا. فوالا نجي هوني للحوطه نتاعنا نقص نقص الطماطم نتاعنا بطريقة هذه نقص الطماطم روندليت روندليت فوالا ناخو الفلفل كيف كيف دي روندال علاش حطيت معها الخضرة على خاطر باش تصيب الماء نتاعها. هوني ما نحبش نحط البطاطا على خاطر ديجا عندنا الروس دونك سي با لا بين. عندنا البرغل خاطر اول مره نطيب برغل بالخضره هذيك علاش حاطه في مخي رز جربي. دونك نجي هوني نحط رونداليت القارص نتاعنا باش نحط واحده هكا واحده هكا. هلا نجي الكوم نتاعنا هكا الشقوق اللي عملتهم اللي حليتهم باش نحشي فيهم الثوم بالطريقه هذه. بيان سور كيما تسمعوا الفرن تاعي محلول مازال كي حليتو باش يسخن. دونك فوالا
نجي للطرونش الاخرانيه نتاع القارص باش نعصر على الحوض نتاعي من جهتين. فوالا قعدنا لنا كان الزيت الخضرة بيان سور اللي يحب يفوحها بالملح واللي ما يحبش يحط فيها ملح. انا بيرسونيلمون ما نحبش نحط ملح دونك حطينا الزيت كيف ما تشوفوا مش برشا زيت. فوالا ما بقى لنا كان باش نحطو في الفور. هذا الحوطه نتاعنا باش نحطها في الفور تحضر مره للبرون ان شاء الله. الو رجعت لكم بعد ما طاب الحوطه نتاعنا وبعد ما طاب البرغل نتاعنا. حبيت جوست نوريكم البرغل كيفاش طاب. جاي بنين 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 ما نحكي لكمش كيفاش. كل كعبه وحدها مليان بالخضره اي سورتو لي بينار يبانن برشا برشا دونك. وهذه الحوطه نتاعنا اللي طابت مع لو ليغوم اللي حطيته. ان شاء الله عجبتكم الوصفه نتاع اليوم وصحه وبشفاء ومره ان شاء الله في مره جايه.